اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام زي حضرتك، تشرف منور، ربنا يكرمك. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، ده اولا. ثانيا، امبارح كان عندنا مباراه مهمه ضد البنك الاهلي، يعني كلنا كنا مقلقين من هذه المباراه. دائما بعد مباريات القمه بيحصل مشكله او طبعا. لكن الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب 3 نقاط مهمه جدا. شفت المباراه دي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مبروك لجمهور النادي الأهلي وللإدارة وللجهاز وللعيبة الوصول لنهائي كأس مصر. أيوة. بالفوز على سموحة وأداء ولا أروع. كنت مع حضرتك ليلة المباراة وقلت لك إن إحنا الراجل هيلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة وقد كان، وبيدي أدوار لحمدي فتحي وبيدي أدوار للسولية ولديانج. تعليمات في الماتشات الأخرانية بيخلي ديانج لما بيستلم وقدامه في مساحه يروح رايح فيها. شفنا في ماتش بيراميدز الجول اللي جابه الجول الثاني. في ماتش الزمالك ما غيرش في طريقه اللعب، خلى طريقه اللعب زي ما هي، ما لعبش فيها. صحيح. الشوط الاولاني عمله ولا اروع. احنا في يمكن سمير، انا كنت طالب منه كره الشناوي اللي اتسددت علينا، وبنعلم ولادنا حراس المرمى والمدربين الراجل ده لما بيجي صدها صدها ازاي؟ صدها بسهوله جدا. نتيجه حركه معينه بيعملها كنا بنعلمها للجوال زمان. الراجل خدع فييرا خداع غير طبيعي. لعب ديانج وحمدي فتحي وقدامهم قفشه. ما كانش بيدي خالص لحمدي فتحي اي ادوار هجوميه الشوط الاولاني. ايوه. ومع ذلك احنا مطيعين كرة في العارضة وفي 3-4 انفرادات الشوط الأولاني. الشوط الثاني عمل حاجة ولا أروع، خلى حمدي فتحي هو بيشق ويزيد مع كهربا ومع شريف لما نزل، وأصفر إنه 3 جوال اللي جابهم كان السبب فيهم، إلى جانب إن هو برضه في ماتش سموحة جاب الجول الثاني. فدي أظن التسديدة. شوف يا كابتن التسديدة. طيب لما سمير بقى يجيب حركة الشناوي في اللقطة الثانية، ايوه طبعا دي كلها اجوال وانفرادات، حتى واحدة واحدة سمير سلو موشن. كلها انفراد. يعني شوف، انا عايز الشناوي في لقطة ثانية يا سمرة، في لقطة ثانية. بص يا كابتن، هي دي اللقطة. بص شوف الحركات رجلين يا كابتن، اللي هي بالجنب، ما يمشيش رجل ورا رجل. صح؟ لا بيمشي، يعني بص خطوه يمين شمال يمين شمال يمين شمال وبعدين يروح طاير. في ناس وهي واقفه وبعدين برجليها الاثنين بتبقى مفتوحين مركز الثقل علشان ياخد من الرجل دي للرجل دي ما يقدرش. فلازم شوف الشناوي رجليه فين. الرجلين الاثنين يا كابتن جنب بعض جنب بعض، فلذلك لما بيجي يتحرك يمين او شمال حركته بتبقى سهله، غير لما تبقى الرجل مفتوحه. الرجل المفتوحه صعب ان هو يعمل الكلام ده. فده للاجوالنا. طبعا الكرة دي فرقت معانا جدا في الشوط الاولاني. وكانت يعني الشناوي بيقول انا جول تكتيكيا وفنيا على اعلى مستوى في الشرق الاوسط وفي افريقيا. نعم. طبعا الماتش ده كان اكتساح واداء رائع من كل اللاعبين، روح قتاليه. الفانيلا الحمراء رجعت لمكانتها. الكل كان متخوف من ماتش البنك الاهلي الا عبد لله. صح. لان يا كابتن طالما هناك دوافع وطالما هناك روح الفريق استردها، الى جانب ان المدير الفني عنده كم من الثقه بيديها للعيبه اللي كانوا فاقدينها ايام كارلوس. كان في عدم ثقه كده كانت موجوده، الى جانب طبعا الارهاق اللي حضرتك كنت بتتكلم دايما عليه. فالماتش ده انا كنت متاكد ان احنا هنكسبه، هنكسبه باذن الله تعالى نتيجه انه البنك الاهلي. لانه من ضمن الحاجات اللي الراجل العبقري ده عملها انه رجع للناس ثقتها، زي محمد شريف رجع له ثقته بشكل لما بيحطها باليمين وبالشمال حاططها كانه يعني في تمرينه مش في ماتش. صحيح. يعني في ماتش الزمالك كورتين، واحده باليمين واحده بالشمال. وبرده الماتش اللي فات مجرد ان انا بقعد مع اللعيب الاولانيه يا كابتن والثانيه، شوف الاولانيه يعني باليمين والشمال بيحطها وبيركنها كانه في تمرينه، لو في تمرينه مش هيعملها بالسهوله ديت. شوف يا كابتن الروح، مين اللي رايح له؟ كهربا
اللي نازل مكانه، اللي نازل مكانه، وبعدين وهو بيتغير بيقول له انت هتجيب جول. ايه ده الجمال ده؟ الجمال ده ايام جالكم وايام الاجيال اللي قبل كده كانت الروحه دي هي دي اللي حقيقي بتكسب النادي الاهلي، وبتخلي دايما جمهور النادي الاهلي بيسعد بولاده، لان ده ارتباط جسدي ونفسي ما بين الجمهور وبين اللعيبه وبين الجهاز وبين طبعا الاداره اولهم يعني. فالماتش بتاع شوف الكره اللي بالشمال دي يا كابتن كمان، شوف بيلف وسطه ازاي يعني، الكره وهي جايه له حتى جايه له برضه فيها مش جايه مستويه على الارض، ومع ذلك لوية الرجل مع الجزع بتاعه بيلف ورا الكوره. ايوه مظبوط. انت عارف لو ما لفش الجزع كانت راحت في المدرج. صح، كانت راحت في المدرج، انما هو لما لف جزعه خلى الكره تروح في الزاويه اللي هو اللي هو عايزها. طبعا الماتش اللي فات الراجل عمل 6 تغييرات. اي حد بيشتغل في الكوره مبتدئ او يعني ما عندوش خبره يقول لك الراجل ده بيفكر ازاي. الراجل ده عمل احسن حاجه ممكن انها تتعمل، ريح كهربا، لان كهربا ما كانش يقدر يأدي في البنك الاهلي. لعب شريف، حمدي فتحي وديانج، مدي لمروان، مروان عطيه الثقه في ماتش الزمالك، اداله ربع ساعه او ثلث ساعه، وبعدين بيبدا بيه النهارده في ماتش مهم جدا، اداله الثقه في ماتش الزمالك. صحيح، وراح مدافعه الماتش اللي فات. الكل يا كابتن في شغلتنا يقول لك انه المدير الفني قبل ما بيحط التشكيل وفي المحاضره بتبقى اللعيبه قبلها بثلاث اربع ايام تتوقع الراجل هيلعب بمين، هيحط مين في التشكيل، فبيبقى كل بيقعدوا مع بعض بيقول لك ده ممكن يبدا بكذا وكذا، وخاصه ان عندك قلبين دفاع متعورين وواحد موقوف. طب هيبدا بمين؟ وبعدين تابعت كل الاستوديوهات التحليليه قبل المباراه بتاعه البنك، قال لك انه هاني هيلعب قلب دفاع وخالد هيلعب باك يمين. انا قلت استحاله الراجل هيلعب بالطريقه ديت، وقد كان ادى الثقه لخالد انه بيلاعبه مساك على الرغم ان هو جايبه باك رايت، فاكيد كان هناك شرايط من كابتن سيد ومن وسامي وكل الناس اللي موجودين قالوا له ان الراجل ده بيلعب باك ليفت وبيلعب قلب دفاع وبيلعب باك رايت، ما خلاش هاني يغير من مكانه ما يلعبش كتير، فبقى خالد ورامي، وطبعا الباك ليفت ابتدى بكوكا. كوكا فما فيش شك انه عمليه التغيير ديت كانت موفقه جدا، انه بيبدا بشريف جايب جولين، كهربا لو لعب تاني كان هيبقى صعب جدا لانه بقاله فتره كبيره ما بيلعبش، فطبعا لعب ماتشين ورا بعض كبار جدا، لعب في الزمالك تقريبا 70 دقيقه او اكتر، تقريبا 60 دقيقه او 70 دقيقه، وبعدين الماتش سموحه برضه لعبه تقريبا معظمه، فطبعا راح مريحه، وطبعا ابتدى بطاهر لاول مره وفضل صبران عليه طول المباراه. طب ليه؟ على الرغم ان طاهر برضه بيديله، لان طاهر ما كانش في حالته اللي احنا متعودينها. صحيح، ومع ذلك هو طاهر بيبقى كويس بدنيا واقف على رجله يا كابتن. ايوه برافو عليك. اي حد طبعا، ولكن برافو عليك. انا اقصد ان طاهر تحديدا في واحد ممكن يبقى مهاري جدا جدا زي ميسي كده يرقص على الواقف بتاع مش عارف ايه، لكن طاهر دايما بيحب يروح بسرعته بيضغط بيضغط كويس ضغطته. وبعدين ده في فترات الشوط الثاني كان بيبقى مش قادر يرجع، ومع ذلك تبص تلاقيه عشان الجانب النفسي مهم جدا ان الراجل ما غيروش، تبص تلاقيه ابتدى قوه الدفع اللي عنده ابتدت ترجع تاني. طبعا شريف جايب جول جميل جدا، واحمد عبد القادر معدي كويس ولعبها له طبعا بشكل يعني جميل جدا. مروان الراجل برضه من ضمن الحاجات يا كابتن انه حمدي فتحي في الماتش اللي فات خلاه بيبقى بيقف في فترات، ومين اللي بيزيد؟ مروان. مروان صح، يعني مروان كان فين؟ في السكس يارد يا كابتن. صح، غير حمدي فتحي من قدام اللعيبه بسرعه كمان. يعني بص يا كابتن، هي فيها يعني بص احمد شايفه جاي وشايفه قاطع فعملها له، فهو لحق ياخدها من قبل المدافعين. الولد ده عبقري يا كابتن، شوف جاي بيجري فين؟ بيجري بعيد عن الاثنين، جايله على الباصه كمان. الفولو بتاع شريف ده، الولد ده موهوب في حته
تواجده جوه ال 18 وبين الثلاث خشبات وعلى السكس ياردة، وبعدين ما شاء الله ربنا يحميه ليه اليمين والشمال. ايوه هو بس عايز تدريبات في الكرات الرأس والحاجات دي، هيبقى عايز شغل شويه في الكرات العاليه، هيبقى على العارضه القريبه والعارضه البعيده هيبقى رائع ان شاء الله. شريف عجبني كمان الحلاقه بتاعته، الحلاقه بتاعته عجباني قوي، ان هو خف البوز اللي كان فوق ده، فالبوز ده خلاه يجيب جوال اهو. طيب رأي حضرتك في اعتلاء النادي الأهلي لصدارة الدوري قبل ما نغلق يعني ملف الدوري والتركيز بقى على بطولة كأس العالم؟ الوضع الطبيعي يا كابتن انك انت، ده الوضع الطبيعي للنادي الأهلي، انت بقالك سنتين بتتحارب حرب، والدليل على كده كلاتنبرج وقبليه الأخ عصام اللي بيحارب الراجل، ده طالع النهارده في تحليل برضه في تقرير بيقول ان الراجل ده فاشل وما اشتغلش وما عملش. لا هو بيقول ان ده امبارح او اول امبارح، قريها من شويه يعني. ما هي هو فعلا النهارده نزل امبارح يعني. ازاي تقول كده على راجل حكم انجليزي وراجل حكم كان بيشتغل في اماكن وراجل حكم زميل، ازاي تتهمه بالفشل وانت بقالك 8 سنين 8 سنين في اتحاد كوره وفي ماسك اللجنه، ما قدمتش حاجه، ما بعتش حكم لكاس عالم الا واحد بجهوده الشخصيه. فالوضع الطبيعي للنادي الاهلي ان هو يبقى في الوضع في المكانه ديت، والمكانه دي والولاد بتوعنا دول والجهاز مع الاداره مع التدعيمات اللي جت، تدعيمات الحقيقه اكثر من رائعه. نعم. سواء مروان او خالد او كريستو، يعني فعلا ثلاث تدعيمات من حيث السن، من حيث الشخصيه، من حيث الموهبه، من حيث التربيه، تحس ان هم متربيين في النادي من 10 15 سنه. صحيح، انسجموا بسرعه يا كابتن. لا هو بيتكلم تحسه بيقول كل جمله كانه متربي، يقول لك احنا كذا، بس احنا ما عملناش حاجه لسه. احنا الجمهور، انا دخلت النادي حسيت ان انا في بيتي من اول وقت، من اول دقيقه. ما هو ده النادي الاهلي، فدي المكانه دي الطبيعيه للنادي الاهلي ان هو يبقى في المكانه ديت. ونتيجه انه اولا الإدارة بتاخد كل عنصر بتضيفه للنادي بطريقة مهمة جدا، أولا رغبة اللاعب وإنه يضحي علشان يجي النادي الأهلي، ودي عملية بتبقى في غاية الأهمية، لأن الرغبة دي بتدفع اللاعب إنه لما يجي عارف إيه الالتزامات اللي عليه وإيه المكان اللي هو ممكن يوصل لها. النهارده خالد وكريستو ومروان اعتقد بعد اسبوع او 10 ايام من قدومهم للنادي رايحين كاس عالم للانديه. لو هو في لعيبه كتير كان ممكن كانت جايه وما جاتش في الصيف اللي فات، ومع ذلك دلوقتي بيندموا اشد الندم. اشد الندم، لان هم يعني رضخوا لشويه اغراءات ملهاش اي قيمه. وطبعا في النادي الاهلي ده وضعه الطبيعي، واعتقد انه برضو إذا كان هناك برضو تدعيمتين أو حاجة هتبقى مفيدة جدا بالنسبة لنا إن شاء الله يعني. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن عاصفة الجولة الخمستاشر، الجولة الخمستاشر أطاحت بالعديد والعديد من المدربين، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. طيب كابتن، تغيرات كثيرة جدا يعني دلوقتي، حتى أنا كنت بوري حضرتك كابتن أحمد سامي بعد ما ساب سيراميكا كليوباترا رجع مرة أخرى لسموحة رسميا وأصبح المدير الفني لنادي سموحة. عدد كبير جدا من المدربين تم تغييره، يمكن 6 مدربين فقط اللي لسه موجودين من أول الموسم وحتى الآن في 6 أندية، بقية الأندية الـ 12 غيروا المدربين بتاعتهم ما بين مرة واثنين وفي 3 كمان. أولا لازم أبارك لأحمد سامي ولجهازه وكابتن ناجي ولكل المدربين اللي معاه، وطبعا لابننا العزيز مؤمن زكريا منضم لجهاز سموحه. ايوه. فخطوه موفقه جدا جدا جدا، لانه نادي سموحه مع احمد سامي كان في حته ثانيه، لان احمد طريقه ادائه ما بيدافعش بشكل كامل ولا بيهاجم بشكل كامل، على طول في توازن في ادائه، بعكس طارق. طارق بيحب الطرق الدفاعيه الى جانب بيلعب على المرتدة، ودي ما بتبقاش ممتعة في الأداء. أحمد سامي بيلعب على الاستحواذ، وبعدين اختراقات من الأطراف، اختراقات من العمق، كرات طويلة، استحواذ على وسط الملعب، الباصة واللمسة والتحركات والمساحات القريبة والمثلثات القريبة، كل الحاجات دي أحمد سامي بيعملها.
والجانب الدفاعي والهجومي هو ما لقاهوش الحقيقه في سيراميكا، لانه انا برضو كنت قلت له في سموحه في سيراميكا مش هيبقى فيه نجاح، لان برضو في بعض عناصر ما عندهاش الحته دي، ان اللي انت الطريقه اللي انت بتلعب بيها مش هتفيدك قوي في سيراميكا. اوكي. الاداره يا كابتن، بأناشد الاداره قبل ما اغير، دايما التغييرات الكتيره بتبقى نتائجها سلبيه. السلبيه من حيث ايه؟ اولا الاحمال والحاجات دي، في انديه كتيره جدا ما تعرفش يعني ايه ان انا عامل من اول السنه حاطط برنامج، البرنامج ده لما بيجي مدرب بيغير برنامج تاني، زي ما تروح لحضرتك ثلاث اربع دكاتره، كل واحد يكتب لك روشته شكل. كذلك المدرب. هم الثلاثه بيعالجوا ولا الاربعه بيعالجوا واحد؟ ده يكتب روشته واحد. ده روشته حاجه ثانيه. صح. وده يقول لك لا ما بيفهمش، هات روشته ثانيه. ودايما تلاقي المدير الفني اللي جاي جديد يقول لك اللياقه البدنيه عند الفرقه دي كلها ضايعه، ما فيش حاجه خالص. فطبعا كل الامور دي اداره الفريق او اداره النادي في البدايه بتختار بعنايه، من غير وكلاء، من غير سمعه، من غير مقدمين برامج بيلمعوا ثلاث اربع مدربين. من فضلك يا اخي اقعد، علشان انت اذا انت بتحب ناديك وبتحب فعلا جمهورك ولاعيبه واللعيبه بتاعتك، تعاقد مع مدير فني يناسب فرقتك وطموحك، وبعدين بتدي له الثقه ان هو يجيب بعض العناصر اللي هو محتاجها، بس برضه في نفس الوقت انت اللي بتدفع. لازم يبقى عندك لجنه، اللجنه دي تبقى موجوده بتختار معاك، لان انت اللي بتدفع. المدرب ممكن هيقعد سنه ويمشي. طب اللعيبه اللي انت، لو انت جبت ثلاث اربع لعيبه وحسبتهم واديت لهم فلوس وبعدين هو مشي، في مدرب تاني يجي يقول لك لا ده الناس دي انا ما تنفعش، انا عايز ناس تانية. طب مين الخسران في الوقت ده؟ علشان كده دايما في اداره النادي يبقى في مدير رياضي. المدير الرياضي ده مسؤول عن قدوم اللعيبه، وعارف ان اللعيب ده هيجي هيضيف لي بطولات، هيضيف لي موارد ماليه، هيلعب عندي سنتين ثلاثه يجيب لي بطولات، وفي نفس الوقت لما يمشي انا هستفيد منه ماديا. شفنا ايتو في برشلونه كان هداف الدوري 30 جول في الموسم، وهو في قمته راحوا بايعينه، قعد معاهم 3 4 سنين خدوا كل حاجه منه، وبعدين اتفضل انت هداف دوري اسبانيا وهداف برشلونه يوم يتباع. ده الفكر، الفكر الاقتصادي اللي احنا ان شاء الله في الطريق. وطبعا دايما النادي الاهلي فيه الحته دي، احنا جبنا اكتر من لاعب زي الراجل بتاع اسوان اسمه ايه، الفرود اللي جاب جول في الزمالك اسمه ايفونا. ايفونا انت بعته ب7، انت جايبه بمبلغ بسيط جدا وبايعه ب7 مليون او 8 مليون دولار. فهو ده الفكر اللي احنا المفروض نعمله. الاداره المفروض يا كابتن تبقى بتشتغل بالمفهوم ده، بيبقى في مدير رياضي الى جانب طبعا اللعيب اللي انا بجيبه، بيبقى بشارك المدير الفني بحط له اختيارات، وده اللي بيتم في النادي الاهلي دلوقتي. ايوه بيتم في النادي الاهلي دلوقتي، المدير الفني مع لجنه الكوره، مع كابتن محمود، مع المهندس عادل القيعي، مع الكابتن سيد، يقعدوا مع بعض، مع كابتن حسام غالي، طبعا كابتن زكريا ومحسن صالح. المجموعه ديت بتختار مع المدير، بتدي له اختيارات، عندك واحد اثنين ثلاثه، بحيث ان انا ما اجيبش اي حد والحد ده ما يبقاش في اجماع عليه، وبالتالي نبقى نسبه النجاح في الصفقه دي مش اقل من 80 85% او 90%. ايوه. فده الاداره، ثم الاداره لازم تمشي النادي بنظام. النظام ده موجود بنشوفه في اوروبا وبنشوفه في بقى انديه. يا اخي قلد النادي الاهلي، شوف بيشتغل ازاي ومارس نفس الاداء اللي النادي الاهلي بيأديه. ما انتش عايز النادي الاهلي، اطلع بره شوف الناس الانديه بتدير ازاي، ابعت مندوب من عندك يشوف الناس بتشتغل ازاي وقلدهم، بحيث ان انت ما تخسرش الخسائر الكتيره جدا. انت لو لا قدر الله اي نادي بينزل يا كابتن عشان يطلع بيصرف مصاريف مهوله، واللعيبه اللي هو اشتراها بالاف الجنيهات او ملايين الجنيهات بتضيع عليه كنادي. لذلك اختيار المدير الفني من البدايه في غايه الاهميه. القطاعات الناشئين اللي هي هتفرخ لازم تبقى على اعلى مستوى حقيقي، ما تجيبش حاجه بالسمعه وبالكلام. شوف السيفيهات يا اخي، ادرس. انا قلت دايما في منتخب مصر يا كابتن، الراجل رينارد ده انا مرشحه من 15 سنه لمنتخب مصر ورشحته للنادي الاهلي، وكان مرتبه 10000 دولار. النهارده الراجل ده فين؟ يعني في السعوديه حاجه، خد بطولات قد ايه، وراح كاس عالم ثلاث اربع مرات. فدي كلها نتيجه انه الفكر بتاع الكوره، الفكر المتقدم في الكوره لابد يبقى احنا بنتبعه علشان ننجح، عشان نوصل زي المغرب كده
الحقيقه يعني سعيد بادائهم في كاس العالم، 6 مباريات، اداء مشرف بمدرب وطني، حاجه كانت عظيمه جدا. طيب كابتن، اروح بقى معاك لكاس العالم للانديه واشتراك النادي الاهلي في كاس العالم للانديه للمره الثامنه، ويعني اعتقد دي المره الثالثه على التوالي كمان. ايوه، راي حضرتك في هذا الامر؟ والله شوف، كاس العالم للانديه دي هديه ربانيه ربنا بعتها، لان احنا ظلمنا ظلم بين في البطوله اللي فاتت. البطوله اللي فاتت كان المفروض ان احنا دي كانت البطوله الثالثه بالنسبه لنا. حصل الجواب اللي استخبى الاخ العطار، وطبعا الرئاسه والنائب والمجلس يعني مشتركين معاه، ومضوا على محاضر بتاريخ قديم الناس بتنسى، بس احنا بحكم ان احنا يعني تنادينا، ودي مصلحته ودي بلدنا، والنادي الاهلي بيمثل بلدنا، لازم نقول كلمه الحق عشان الناس ما تنساش، وما فيش حد هينسى طبعا. فربنا بعت لك الهديه ديت، انه البطوله تقام في المغرب علشان النادي الاهلي يدخل وهو في المركز الثاني. في كلام كتير يا كابتن بشوفه احيانا في البرامج، واحيانا عندنا يقول لك احنا ريال مدريد. يا عم احنا ما تعودناش في النادي الاهلي على كده. نلعب الماتش الاولاني مع اوكلاند، سيبك من ريال مدريد خالص، ما فكرش في ريال مدريد، انا عايز اوصل لريال مدريد. لا، ما اعتقدش ان في حد هنا، احنا دايما تلاقي تفكير كل الاعلام في النادي الاهلي لشيء واحد فقط، هو مباراه اوكلاند سيتي. ربنا يكرمنا في مباراه اوكلاند سيتي نبتدي نفكر. ده اللي انا بتمناه يا كابتن. سياتل الامريكي، سياتل الامريكي لو ربنا كرمك تبص على ريال مدريد، يعني عمرنا. لا، ما انا بقول لحضرتك ايه، انه هو افكر الاول في الماتش الاولاني، دايما اتعودنا على كده. يعني انت كاس العالم انت بتلاعب البنك الاهلي، وانت بتلعب البنك الاهلي كنت بتفكر في اوكلاند؟ لا، في النادي الاهلي مفيش الكلام ده. لا، النادي الاهلي بلاعب البنك الاهلي، ثم خلصت البنك الاهلي بقفل الصفحه واخش على كاس العالم للانديه. طبعا الفرقه تدرس كويس، اعمارهم متوسط الاعمار كبير، لياقتهم البدنيه عاليه، عندهم يمكن 2 3 لعيبه كويسين، عملوا ماتشات وديه خسروا فيها، واحد ماتش في اليابان اظن، وماتش تاني في امريكا او في كوريا حاجه زي كده. بعون الله باذن الله تعالى اولادنا، واحنا داخلين في مرحله في غايه الاهميه، ان احنا رايحين واحنا تقريبا في نص الجدول. نعم. نص الجدول، يعني احنا لياقتنا البدنيه ولله الحمد حقيقي، والفنيه والنفسيه على اعلى مستوى، وبالتالي احنا رايحين في توقيت هايل جدا، معاك بفضل الله كتيبه من اللعيبه الرجاله اللي عندهم الطموح وعندهم الاستعداد ان هم المرحله الاولانيه خلصوها، ثم يفكروا في المرحله الثانيه، ثم المرحله الثالثه، وان شاء الله هيرجعوا يا اما برونزيه يا اما بذهبيه يا اما بفضيه باذن الله تعالى ان شاء الله. نتمنى يا رب ان شاء الله ان احنا نشوف النادي الاهلي في هذه المنطقه، لانها منطقه صعبه جدا الوصول ليها، خصوصا ان انت عندك مباريات صعبه ومباريات مهمه، سواء بدايه من اوكلاند سيتي والباقي بقى نبقى نتكلم عنه واحده. والفريق الامريكي يا كابتن بالمره، الفريق الامريكي من شهر 10 ما لعبش ماتشات، يعني الدوري في امريكا مختلف شويه، ف لسه هيبدا في واحد، المفروض هيبدا في بدايه فبراير، فما يعني ما لعبوش 27 فبراير، مفيش دوري عندهم. فليقدم معانا المدير الرياضي واتكلم معانا، وراحوا اسبانيا، قعدوا في اسبانيا شويه عشان تبقى قريبه من المغرب، وعملوا معسكر هناك ونفس الجو، وجايين من اسبانيا، راحوا من اسبانيا على امريكا، وبعدين رجعوا من امريكا على اسبانيا، يقعدوا هناك شويه ويلعبوا ماتشين. هيعملوا زي قطر كده تقريبا. والله وهيقعدوا. لا يعني اصل قطر راحت عملت معسكر في اسبانيا 6 شهور ورجعت طبعا. اديك شفت ما كانوش شايفين الراجل ضحك عليهم. هو لا، هيقال ان هو هيعملوا معسكر في اسبانيا، في طنجه، على في اسبانيا، على اساس ان هي تبقى قريبه من جو المغرب يعني والكلام ده. طبعا، لان هو احنا بس نعدي الماتش الاولاني يا كابتن. بالظبط كده، الماتش الاولاني هنعدي الماتش الاولاني. ماتش صعب جدا طبعا، جدا، لياقه بدنيه عاليه. انا متخيله انه ماتش اوكلاند، لا صعب جدا جدا، لياقتهم البدنيه، وبعدين فيهم العنف، وفيهم، فاحنا الماتشات دي طبعا بيدرسوا كويس قوي. احنا عندنا اسبوع ماتشات وشرايط نتفرج عليهم، وبعدين ولادنا ولله الحمد في ناحيه معنويه عاليه جدا، وجمهورهم اللي هيروح وراهم، وجمهورهم اللي في مصر، وجمهورهم اللي في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي العالم كله متابعينهم، وبالتالي اعتقد انه ان شاء الله الولاد يعني فوق ظهرهم
اسعاد الملايين دي الموجوده، لانه ترجع وانت في مركز تاني في بطوله افريقيا وترجع بالفضيه او الذهبيه باذن الله، طماعين احنا شويه، هتبقى حاجه يعني في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ كل لاعب وفي الجهاز الفني والجمهور طبعا قبل كل شيء. طبعا الكره فيها حاجات كتيره جدا برضو يا كابتن، نفسنا طبعا ناخد ذهبيه، نفسنا ناخد فضيه، نفسنا ناخد برونزيه، لكن ما خدناهمش يبقى هناخد مركز رابع، لا قدر الله ما حصلش. يبقى في كره القدم من الممكن ان احنا نشوف اول حاجه، لكن دائما خلينا نطمح يا كابتن دايما. نعم طموحي دايما انا طبعاً. لما انا اقول انا عايز الذهبيه، لو خدت الفضيه هبقى زعلان، زي ما تقول يعني ابنك وبيمتحن فانا عايز درجات النهائيه. صحيح. فلما ياخد امتياز بيشتغل ان هو بيذاكر وبيجتهد علشان ياخد امتياز، لو خد جيد جدا مع مرتبه الشرف برضه هتبقى يعني قريبه يعني. فاحنا طموحنا ان احنا ناخد الذهبيه ان شاء الله، مفيش حاجه بعيده على ربنا يا كابتن. ايوه احنا كسبنا ريال مدريد قبل كده، صحيح كان ماتش ودي، لكن برضه كسبنا قبل كده برضه بنفيكا بطل اوروبا، وكسبنا فرق بس كثيرة. ماتش اوكلاند سيتي هو الاول، اوكلاند بس شوف. نعديه اوكلاند لو ربنا كرمنا في اوكلاند سياتل، وبعد سياتل يعني لسه الامور رايحه وجايه لغايه لما نشوف ايه اللي هيحصل في هذه الامور. الاجواء في المونديال اكيد يا كابتن هتكون مختلفه عن الدوري الممتاز. ازاي يقدر مارسيل كولر ان هو يهيئ لاعبيه نفسيا وعصبيا وبدنيا كل شيء؟ شوف يا كابتن، انت المجموعه اللي معاك تقريبا 85% منهم مروا بالظروف ديت، اللي هيتضاف عليهم ولادنا الرجاله قوي، عاجبني قوي خالد ما شاء الله عليه، خالد ومروان وكريستو صغيره، بس الراجل برضه عجبني جدا. انا بشيد بيه على فكره من يوم ما جه، حتى لما تعادلنا كذا ماتش كانت حصلت دروب كده منه ومن بعض اللعيبه في الاختيارات، لكن سرعان ما ارتد بسرعه. كولر امال ايه؟ امال ايه؟ ارتد بسرعه جدا وابتدى يعمل بقى الجلسات مع اللعيبه، ابتدى يعمل خداع للمدير الفني اللي قدامه. احنا يعني شفنا حمدي فتحي في ماتش الزمالك الشوط الاولاني ما راحش ولا مره متابعه جوه 18، الشوط الثاني فاجئ فيريرا ان حمدي فتحي بيلعب جوه ال 6 يارد. الكلام ده شغل مدرب زي بتلعب شطرنج وبعدين هوب كش ملك. فدي يعني 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 ما عملهاش غير واحد يعني داهيه في الكوره، الى جانب ان برضه عنده شيء من المغامره، ودي دايما المدير الفني لابد ان هو يكون بيتمتع بيها. سنه المغامره دي المفروض تبقى موجوده، بس موجوده بمحسوبه وبحساب. انا هدفع بفلان بس انا عارف ان فلان ده هيديني على الاقل 8 من 10، مش هيديني اقل من 8 من 10. ايوه. وبالتالي ولاده النجم يعني النهارده خالد، يعني ولله الحمد مش هنقول نجم ولكن هنقول خالد اثبت جداره انه الراجل العقد بتاعه يفعل. وليد مروان الحقيقه اثبت انه من العناصر اللي يعتمد عليها من خلال ادائه في ماتش الزمالك والماتش اللي فات، شفناه قد ايه في التمرير، في بيروح بيجمع في اماكن، الى جانب عنده رؤيه في الملعب كله، يبقى شايف الملعب كله، الكره وهي جايه له عارف مين يمين ومين شمال ومين فاضي ومين مضغوط عليه، وبعدين التمريرات. وبعدين برضو الراجل ادى لديانج حاجات اضافيه انه ياخد الكوره ويزيد، لانه عنده السرعه بالكوره صحيح مش موجوده عند اي حد. حمدي فتحي من النوع اللي بيدافع وبيهاجم كويس قوي ومجهوده كبير، فبيستغله انه بيرتد بسرعه وبيزيد في الهجمات، وقد ايه هو مسيطر يعني خطر جدا، كرات اللي بالراس مفيد جدا فيها صحيح، تسديد باليمين وبالشمال، الى جانب الضغط على المدافع ما يخليهوش ياخد الكره بسهوله. كل الامور دي طبعا كلها اضافات الراجل بيضيفها. شفنا هاني كان في مرحله ووصل لمرحله ثانيه، حسين الشحات كان فين وبقى فين، الكرات بتاعته اللي من التلت الثاني بتتلعب لراس الحربه سواء على الارض او عاليه كلها اهداف، نتيجه انه غير وقعد مع الراجل مع حسين ومع الافراد كلهم. اللي انا بس مستني عليه شويه وما يزعلش مني احمد عبد القادر، يا ريت يا احمد تلعب مع زمايلك، يعني انت الجول اللي انت عملته مع مروان، يا ريت كل انت في واحده تانية بعديها كان ممكن لو لعبتها لحمدي فتحي كانت هتبقى الجول الثاني، ما اديتهالوش، حتى حمدي فتحي ساعتها زعل. في كره تانية كان المفروض يلعبها لشريف ما لعبهالوش. الكره كره لعبه جماعيه،
ما تزعلش الناس بقى حضرتك كابتن. هي مدارس برضو يعني، في مدارس ترى ان احمد عبد القادر او انت في المجموعه الجماعيه محتاج حد يلعب شويه بشكل فردي، هي مدارس. ما بس لا، ما هي بس يا كابتن المدرسه بتبقى انا هعمل دي ليه؟ ما كان كان رمضان صبحي كان بيعمل كده زمان ايام فايلر، كان بياخد الكوره ما بيلعبهاش لحد، اللي الكوره تجيله هو حتى يعني انا افتكرت دلوقتي انه كولر في احد المؤتمرات الصحفيه حد علق على احمد كده، قال له انا اللي بطلب منه كده. ما هو انا هعمل الترقيصه ديت او هعمل المراوغه دي ليه؟ الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان انا هعمل ترويغه واعمل المراوغه وافتح زاويه ليه عشان اشوط، ولا انا همر واعمل مراوغه علشان وانا رايح العبها لزميل؟ كل ده انما المراوغه لمجرد المراوغه، لا طبعا، او نوع ان انا بستمتع بالمراوغه، لا لا طبعا. واحمد برضو كان من ايام ما كنت بس قطاع الناشئين كان موجود معانا، وكنت دايما بقول له العب جماعي مع زمايلك، اوكي العب جماعي، وهو ده في سن كان كبير، كان 19 سنه مع ياسر رجب، العب الكره الجماعيه مع زمايلك، كان ياخد الكره مش عايز يديها لحد، ده غلط. واحنا بنقول الكلام ده ليه لاحمد؟ يعني بقوله لاحمد لان انا من المعجبين بيه جدا، وعلى فكره هو لما سافر كان بيتصل بيا باستمرار، يقول لك انا اعمل ايه؟ طب انا عايز ارجع، عايز اروح نادي، عايز اعمل. فطبعا كل الكلام ده انا بضيفه لاحمد من خلال حضرتك، انه احمد انت موهبه عاليه جدا، يا ريت الموهبه دي هتشوف صدى وحب الجماهير وحب الجهاز وحب الناس كلها عليك لما يبقى لعبك مع زمايلك جماعي التلت الاخراني، يا ريت تبقى بتشارك زمايلك زي انت ما عملت الجول الثاني، لما عملت الجول الاولاني في ماتش البنك. ايوه الكره اللي بعديها لو اتلعبت لحمدي فتحي كانت هتبقى مؤثره جدا. الجانب الثاني برضو يا كابتن يا احمد، رجاء يا احمد الواجب الدفاعي مع علي معلول، ربنا بيكرمك انت النهارده لعيب اساسي في النادي الاهلي، تمسك فيها بايديك واسنانك الخطوه دي، اذا انت ما مسكتش فيها بايديك واسنانك النادي الاهلي ما بيقفش على لعيب على طول بتلاقي فانا عايزك الواجب الدفاعي تاديه وتاديه بشده، دي كلها فايده ليك وفايده للنادي الاهلي، هتلاقي نفسك في حته تانية خالص، ودي كلها نصايح اب لابنه، مش عشان وبقولها له على الهواء، قلتها له مثلا في التليفون اعتقد في مره اول ما جه النادي، وكنت دايما بشيد بيه لما كان مع احمد سامي في سموحه، لانه كان بيأدي اداء رائع جدا وكان بيلعب اللعب الجماعي. يا احمد انت لاعب هايل، رجاء يبقى احس ان انت كده الكاميرا لما تيجي على وشك احس انك انت متحمس كده، يعني يبقى في حماس كده جواك انك انت عايز تضيف حاجه لنفسك ولجمهورك ولناديك ولفرقتك. الحته دي يا احمد انا ببعتها من خلال الكابتن اسلام الشاطر، ان انت الحته دي لما بدافع كويس وبهاجم كويس، وبعدين علي معلول لما بيزيد العبها له، مش كل مره علي معلول بيرجع وبعدين ما تلعبهالوش. علي معلول بالمناسبه بيؤدي دور رائع جدا، مش ممكن يا كابتن، بسم الله ما شاء الله. يعني الماتش اللي فات بصراحه الماتش الزمالك اعتقد يعني طلع اكتر من مره وبعدين ما تتلعبلوش، فبيرجع بيبقى على طول يا كابتن في ال 80 متر. خلي بالك هم الباكات كلهم، ده احنا دايما احنا اللي بنتعذب على طول كده، تفضل تجري 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 بس تجري يا كابتن، لازم في حد حطها لك تطلع بتبقى مشكله كبيره. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه، لانها فتره صعبه جدا جدا جدا. زي ما قلنا لحضراتكم احنا دايما في النادي الاهلي بنقفل ملفات وبنفتح ملفات، قفلنا ملف الدوري العام ان شاء الله، حتى هنا احنا في البيت الكبير ان شاء الله بعد كده ابتداء من يوم الاحد القادم هيكون مع حضراتكم وكالعاده، يمكن البرنامج الوحيد او القناه الوحيده والبرنامج الوحيد اللي هيتكلم عن المونديال هو الاهلي في المونديال. ان شاء الله يوم الاحد القادم هتبقى بدايه الاهلي في المونديال من خلال قناه النادي الاهلي، بدايه من يوم الاحد كل الكواليس الخاصه بمونديال المغرب ان شاء الله هيكون من خلال برنامج الاهلي في المونديال اللي هيبدا يوم الاحد القادم، ونكون دايما مع فريقنا في كل شيء وفي كل حركه وفي كل الكواليس اللي بتحدث في المغرب مع فريقنا، مع فريق النادي الاهلي اللي ان شاء الله ان شاء الله يشرفنا في كاس العالم في المغرب. كابتن عادل انا بشكرك جدا على شكرا شكرا جزيلا محمد. ان شاء الله نلتقي بقى في حلقات الاهلي المونديال، مش هتبقى البيت الكبير ان شاء الله الاهلي في المونديال.
طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمد القصي في ضيافة البيت الكبير.